الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. السلام على خاتم الأن سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه وسلم. بارك وبجل وعظم ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين وتابع التابعين يوم الدين وعن أرحم الراحمين. صلاة كاملة وسلما على نبي وتنفرج به الكرب به الحوائج وتب وحسن الخواتيم تمام بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس كل معلوم لك يا الله. انفعنا وانفعنا بما علمنا. اللهم حفظنا كتابك وشرعك وجعلنا من نبيهم يا رب العالمين. فإنا لا نعلم وفهم وفقهنا فإنا لا نحفظ. إن مددك ولا تمنع عنا سترك ولا تنسنا دين قاطع ولا تمنعنا عن بيننا وبينك بحائل عنك بشاغل. ربنا أهل الآخرة حسنة نار. آمين. آمين. الله رب العالمين وصمد عبدك مي وعلى آله وصحبه. أما بعد، شيخ الإمام العلامة البجيرمي رضي الله على شرح على متن أبي شجاع أجمعين. وكنا الاصطلاحي الحمد قن فعل ينبئ من حيث كونه منعم على منعم على الحامد سواء كان ذكرا باللسان اعتقادا ومحبة أو عملا وخدمة. قيل أفادتكم النعم يدي ولساني. طيب كما قيل قوله سواء ماشي المجرور والفعل بعد إلى سواء سواء كان إنسان أو محبة بالجنان بالخدمة أو خدمة أو عملا. أوصلتكم مني النعمكم أعمالا ثلاثة. فالنعماء ما كما يؤخذ من المختار ويحتمل جمع بمعنى ومني منكم الجر والمجرور الفعل وحذف مضاف أي ثلاثة أعمال ثلاثة. الوسطى في الاستدلال بهذا الشيء في الحمد نظر يطلق الشاعر ثلاثة ما فيش في حمدتك ثلاثة أشياء حتى. وقد يجاب بأنه من حيث أنه على الثلاثة جزاء وكل جزاء حمد عرفا من الشكل الأول الثلاثة أن الله الله وضعه هذا الشكل الأول والأول ها صغرى ومقدمة كبرى والمقدمة الصغرى فيها محمود والمقدمة ومحمود أن تكون موجب والمقدمة كلية تكون المقدمتانين قطعية في هذا تبقى النتيجة ليست ظنية وفي الصورة دي قطعية. معنويها يتحول إلى استلفظي قطعا شكل الأول ده إزاي على الأعمال الثلاثة أن للنعمة يا ضمير محجبة خلاص وكل جزاء للنعمة فهو حمد ينتج من فينتج من طيب الأعمال الثلاثة وهو ظريف فاحفظ إيه الأعمال ده موضوع جزاء لمحمول الموضوع المقدمة صورة كل نفي إن للنعمة ده المقدمة الكبرى وهو جزاء فهو حمد عرفا المقدمة الكبرى. فبنحذف الوسط أولا جزاء للنعمة ده الجزء محمول وموضوع المقدمة ها وده خلاص فينتج من الشكل الأول أعمال حمد عرفا وهو ظهر نتيجة أن الأعمال الثلاثة فيصير حمد ماشي بناء وهو ظريف له أي إعمالها وكان مضاف فيما بعده مضاف إعمال يدي الإشارة بها حمده هو أعمل لك كده كل على الحمد مضاف فيما بعده قول حجب يدي ولساني إعمال لساني وإعمال الضمير المحجب والضمير أنه محل الضمير إطلاق الحال على انتهى من حاشية قول ليس على إطلاقه محتمل فإن كان أقول والضمير المحجب لأنه محل الضمير فحال على المحل القلب فمن إطلاق الحال القلب إيه؟ وهذا ليس على غير محتمل في قوله أفادتكم إلى متكم علي أني أعضاء الثلاثة ما قال المحشي مثل معنى قوله الإنسان شاعر مراد علي ملكتكم مال جوارحي وكان التقدير عن خدمتي بها ثاني وضمبتي واعتقادي ومعنى هذا معنى هذا الثاني فيكون الضمير المحدد
على من المجاز على ما عرف. قوله والضمير أي القلب، لأنه باب إطلاق الحال، إن الضمير بيحل الحال وهو إيه القلب، انتهى من حاشية المدابة على إطلاقه، بل كمل قاده بقوله أفادتكم نعمتكم مني أعضاء القلب واللسان. فهو كما قال المحشي مثل معنى قال الإنسان يملك بالإحسان، الإحسان إلى الإنسان الإحساء يملكه، إذا أحسنت ملكته ماشي، إنسان يملك بالمرادا، وإن كان مراد شيء ملكتكم مني أعمال جواب عمل يدي وكري بلساني وضميري واعتقادي، معنى هذا ضمير المحجب على ها قلبي، يقول ضمير، فما قال ضمير قلبي الحال المحل الحال على المحل.
من المجاز بتقدير له. قوله والشكر لغة واصطلاحا حمد عرافا، ثم تكلم قريب منه في المعنى وتكلم عن الشكر لغة واصطلاحا. هو صرف العبد ما أنعم الله عليه من السمع وغيق لأجله، بعد كده للمدح. لغة إلى الشكر والحمد أخوان، الحمد احتاج إلى هو استطراضي، ها أنهم يبين من المعنى صرف العبد. يبقى لغة هو الحمد عرف. خلاص، من في الحواشي الأخرى ذكرت الشكر لغة هيقول ينبئ عن تعظيم أنه منعم على، ها سواء كان اعتقادا ومحبة أو عملا وخدمة بالأرض. يبقى هتبدل كلمة بإيه؟ كلمة الشاكر دي، ها برضو كلمة غيره، ها بيكون في مقابل نعمة على الشخص نفسه. الشكر مقابل نعمة على، ها لو شو لا، إنما أشكر على نعمة فالشكر قاكر فقط إذا أتته، أما الحمد فأعلى غير. يبقى فعل نعيمي من حيث أنه منعم سواء كان ذكر قادا ومحبة وخدمة بالأركان. قوله بقى أو عرفا جميع ما أنعم الله تعالى وغيره إلى ما خلق، صرف العبد أن يستعمل أي أن أعضاءه ومع الشارع استعمالها من صلاة وصوم علم وسماع نحو عبادة، سواء كان في أوقات متفرقة. جميع ما أنعم الله من السمع لأجله ومخلوق الله تعالى، يستعمل العبد معني يعني قلبه وفكره وما إلى ذلك استعمالها وسماع ما نحو علم، سواء كان ذلك في أوقات متفرقة. فأن يكون الثلاثة في وقت كما سيأتي وقت واحد، كما سيأتي الوضوء يقول سنن وبلسان، ها وإيه بينطق وقلبه أيضا مشغالة في سنن الوضوء، شغالين في وقت واحد أنه يكون في أوقات مختلفة، سواء كان في فرق من حاشية القليوبي ابن قاسم العبادي. ابن قاسم العبادي على إيه؟ العبد جميع ما أنا في آن واحد تعالى وقليل، وإذا صرفها في أوقات سمي شاكرة. قال علي الشبرم اللسي يصير صرفها كلها واحد بمن حمل في مصنوعاته عذرا لما بين يديه يزل بالميت من القبر شاغلا وأذانه باستن كالأمر في النهي عن منكر انت الإطفيحي ذكر الآدمي فانظر أي شيء قال الشيخ ابن قاسم العبد في حاشية صرف العبد جميعا عليه في آن واحد شكورا قليل من عبادي الشكور، وإذا صرفها في سمي شاكرا. ووقت إزاي هو هيسمع ما ينفعش عشان في استحضرني برضو هيكون شكور إن شاء الله، ما يمكن اللسان في وقت واحد وخلاص فهيكون برضو شكور عمل ما في مقدوره من الشكر يعني. وإذا صرفها في شاكرا قال شبرام اللسي صرفها كلها في أن حمل جنازة متجنزة وفعل ومدخله في مصنوع عز وجل يديه لألا ماشي أهو الناظر أيضا ده. يبقى الجوارح بحسب ناظرا لما بين ميت ناشيا ها ناظر برجليه إلى القنه بالذكر لا يجهر به أثناء حمل يعني يكون ذكر باللسان أذنه باستماع كالأمر بالمعروف تفيحي أن يكون مصروفا إليه لو مطلق الذكر. قويم دخل في المدح من الشكر لغة وسط ها دخل والمدح وفي اشتراك بينهما علق فإيه لما كرى والمدح لسان على الجميل مطلق اختصاص الممدوح بال والمدح لسان ها مطلقا أم في الجميل يبقى سواء كان ذلك ايه المدح من الحمد هنا الجميل هنا اختيار مطلقا على جهة قوله على جهة التعرف بيانية يعني قول دل على ان الفضائل الفواضل الفضيلة هي في ذاتها الشيء ذا الممدوح تعدى الفضائل لغيره بأنها تصير فواضل دل على اختصاص الممدوح عرف ما يدل آيره مما مر وقضي علي الأجهري المالكي
نشكر رمتها عقل الذي بيوالف. فالشكر أخص جميع في لغة للحذف لوجه في سواه فذي نسب عارف. إذا نسب للحمد رمتها له يبقى بين الحمد والشكر وجه له يوالف. لدى عرف أخر العرفي وأن العبد انفاق الله به عليه من النعم ما به عليه من النعم ما خلق فيما خلق له ده أو ده خلاص دائرة صغيرة الشكر. فالشكر لدى جميعها.
حرفي أخص بمعنى هو الدائرة الصغيرة اللي في الوسط خالص. وفي لغة للحمد عرفا يرادف، إن الشكر يرادف الحمد العرفي كما قلنا في اللغة. الحمد العرفي يرادف الايه الشكر الشكر اللغوي. نعم. عموم لوجه في سواهن نسبة، فذي نسب ست لمن هو عارف. يبقى الشكر دي الدائرة الصغيرة، بعدها الحمد الاصطلاحي أوسع منها، ويدخل مع الحمد الاصطلاحي ده الشكر اللغوي. الشكر اللغوي بيرادف الحمد الاصطلاحي، وبعد كده الأوسع منه الحمد اللغوي. أي أن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله، أعني الحمدين، والشكر اللغوي عموم وخصوص مطلق. اللي أنا بقول لك عليه دلوقتي، أن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله، أعني الحمدين اللي هو الاصطلاحي والعرف واللغوي، والشكر اللغوي عموم وخصوص مطلق. يبقى الشكر الاصطلاحي أصغر، وبعدين بينه وبين الثلاثة، أعني الحمدين اللغوي والاصطلاح. يبقى إيه الدائرة اللي بعد الشكر الصغيرة، الدائرة اللي بعدها هيبقى إيه؟ بتساوي الحمد الاصطلاحي وبتساوي الشكر اللغوي، لأن الشكر الاصطلاحي داخل في الشكر اللغوي. ها؟ وطيب والشكر اللغوي بقى والحمد اللغوي أوسع من ده كله. يبقى دايرة صغيرة لا شكر، دايرة أوسع منها محيطة بها فيها الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي، دايرة أوسع منها ها فيها الحمد اللغوي. طيب، أي أن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله، أعني الحمدين أي الاصطلاحي واللغوي، والشكر اللغوي أيضا عموم وخصوص مطلق، فهذه ثلاث نسب. طيب، وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترى الترادف، ماشي، وهو معنى قوله وفي لغة، أي والشكر في لغة يرادف الحمد عرفا، فهذه نسبة رابعة. طيب، وبين الحمد اللغوي والاصطلاحي، وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي. الله، نرسمهم دول ولا فاهمين يا أولاد؟ الثلاث دوائر اللي أنا شاورت عليهم دول فاهمينهم؟ واضحين؟ يعني اللي هيتفرج بعد كده هيفهمه. طيب، هيجي بقى إيه يتكلم عن معاني في اللي هي النسبية اللي هي ليست. طيب، وبين الحمد اللغوي والاصطلاحي، وكذا بين الحمد والشكر اللغويين ها العموم والخصوص الوجهي يجتمعان. يبقى بين ايه؟ انا رسمها عندي هنا. وبين الحمد اللغوي والاصطلاحي، الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي، وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في الثناء باللسان. وده الجزء اللي في النص، العموم والخصوص الوجهي دائرتين متقطعتين، دائرتين متقطعتين، ففيه جزء مشترك بين الدائرتين، وجزء في الدائرة دي وجزء في الدائرة دي، فالجزء المشترك فيه هو يجتمعان في الثناء في ثناء باللسان. وبين الحمد اللغوي والاصطلاحي، وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في الثناء باللسان، اللي هو الجزء اللي جوه ده. خلاص، في مقابلة إحسان، وينفرد الحمد اللغوي في الثناء في ثناء باللسان. يبقى الحمد اللغوي ثناء باللسان،
لا في مقابلة إحسان. وينفرد الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي في ثناء بغير اللسان في مقابلة إحسان، فهاتان نسبتان. رايح ولا؟ طيب، قوله هو جملة الحمد في إذا عند في كلمة إذا عند. قال في المتن: وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم مع الإذعان لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء. والحمد المختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أو للجنس كما عليه الزمخشري، لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى، أم للعهد كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي، على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره، وأولى الثلاثة الجنس وقوله رب. طيب، وجملة الحمد لله خبرية لفظا، إنشائية معنى، وده قال الشيخ زكريا الأنصاري أنها وضعت للإنشاء شرعا. ماشي، الإنشاء الطلب، اللهم إني أحمدك، خلاص. وجملة الحمد لله، الحمد لله، وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى، خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم به فقط مع الإذعان لمدلولها، الإذعان القلبي. ولكن الإذعان القلبي هذا ده مضطرد ماشي على طول، ها، لا يحتاج ان احنا ايه نستدعيه. واضح ان انت بتحمد الله وانت عارف ان ده ربك وان هو صاحب النعم، فهذا المعنى مستقر في القلب مستمر، وبالتالي لا يحتاج الى استدعاء بالقلب اللي هو عشان يحصل الإذعان. فالإذعان موجود أولا مع الإذعان لمدلولها. شوف الشيخ قال نفس الكلام، ويجوز أن تكون موضوعة. طيب، قوله مع الإذعان لمدلولها لا وجه له لما قاله الجمهور، وهو أن الوصف بالجميل المعلوم الانتفاء إذا قارنه التعظيم حمد، فليتأمل من حاشية الأجهوري. قال لا وجه للقيد الإذعان، يعني قوله مع الإذعان لا وجه له لما قاله الجمهور من أن الوصف بالجميل المعلوم الانتفاء إذا قارنه التعظيم حمد. وصف بالجميل معلوم الانتفاء، انتفاء إيه؟ ضد الوصف الجميل. إذا قارنه التعظيم خلاص حمد، كده يبقى ده حمد، فليتأمل، انتهى من حاشية الأجهوري. وكلام الشارح مبني على أنه لابد من الاعتقاد، يبقى كده ما فيش حد حمد ربنا، لأن أنا لازم أعتقد أولا واستحضر الاعتقاد والإذعان ده، لا ما يشترطش، ده صعب لأنه موجود، تحصيل الحاصل محال، أن أنا بحمد ربنا وأعرف أن أنا هو إله وأنا عبد، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، وأنه هو الذي أنعم بجميع النعم على خلقه ولا مشارك له في النعم في الإنعام، خلاص. فهذا هو موجود في القلب بصفة دائمة، خلاص. مع الإذعان لمدلولها، ويجوز أن تكون جملة الحمد يعني موضوعة شرعا للإنشاء،
والحمد مختص لله تعالى كما أفادته الجملة، كما أفادته الجملة أي لكون المبتدأ فيها معرفا بأل الجنسية. قال بعضهم مبتدأ بلام جنس عرفا منحصر في مخبر به وفى، وإن علي عنها وعرف الخبر باللام مطلقا فعكس ذا استقر. طيب كما أفادته الجملة، الجملة ليه إيه؟ الحمد لله مع بعضها، أي لكون المبتدأ فيها أي الحمد معرفا بأل الجنسية، ولذلك قالوا إيه الحمد لله معناها إيه؟ جنس الحمد مختص بالله، ماشي، جنس الحمد مختص بالله، أي لكون المبتدأ فيها أي كلمة الحمد معرفا بأل الجنسية، الألف واللام الجنسية. قال بعضهم مبتدأ بلام جنس عرف منحصر في خبر يؤدي إلى الحصر والقصر في مخبر به، ها، لله، يبقى جنس الحمد منحصر لله تعالى في مخبر به وفى، وإن عرى من عنها وعرف الخبر باللام مطلقا فعكس ذا استقر، يعني عرف اللام باللام، عرف الخبر باللام لله عشان إيه يتضمن يتم المعنى الاختصاص، أي سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا. وقوله كما أفادته الجملة فيه تشبيه الشيء بنفسه، أي سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، الخبر جامد أو مشتق، يعني سواء كان الخبر أي لفظ الجلالة في هذا الموضع جامد أو مشتق لا يضر. قوله كما أفادته الجملة فيه والحمد مختص لله تعالى كما أفادته الجملة، سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور، أل اللي هي في كلمة الحمد، هل الحمد للاستغراق أم للجنس أم للعهد الذكري، الألف واللام أو اللام بمعنى اللام أو العهد الذكري والعهد أو العهد والعهد ينقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني، ماشي، أي سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا. وقوله كما أفادته الجملة أي الجملة فيه تشبيه الشيء بنفسه، وأجيب بأن المعنى والحمد مختص بالله تعالى في الواقع كما أفادته الجملة الملفوظ بها. وأجيب أيضا بأن الكاف تعليلية وما مصدرية، أي لإفادة الجملة له، أي بواسطة تعريف المبتدأ فيها بأل، مبتدأ الحمد اللي هي الألف واللام في الحمد، فإنه متى كان كذلك أفادت قصر مبتدئها على خبرها، سواء كانت أل استغراقية، الألف واللام استغراقية، أو جنسية أو عهدية. وقد تعقب في قوله بلام جنس بأن التقييد بها لا يصح، بل المضار على تعريف المبتدأ باللام مطلقا، فلذلك قال الشارح سواء أجعلت أل فيه للاستغراق إلى آخره، وفي كون أل للاستغراق مع كون الجملة إنشائية نظر، لأنه لا يقدر على الإنشاء، لأنه لا يقدر على إنشاء جميع المحامد، ولا يظهر إلا على كونها خبرية. الاستغراق معناه جميع، وهذا لا يقدر عليه. تاني، طيب أي سواء كان الخبر جامدا أو مشتق، اللي هو إيه لفظ الجلالة، وده سبق أن احنا شرحناها، هل هو جامد أو مشتق. وقوله
كما أفادته الجملة فيه، كما أفادته الجملة. طيب لازم نرجع نقرأ المتن. طيب ويجوز أن تكون موضوعة، أي جملة الحمد لله، شرعا للإنشاء، وده الرأي ده هو أقوى الآراء، كما رجحه الشيخ زكريا المصري وقال إنها وضعت شرعا للإنشاء، هي جملة خبرية وضعت شرعا للإنشاء. والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، كما أفادته الجملة فيه تشبيه الشيء بنفسه. طيب سواء أجعلت فيه ال للاستغراق في الألف واللام، وأجيب بأن المعنى والحمد مختص بالله في الواقع كما أفادته جملة الملفوظ بها، كما أفادته الجملة الملفوظ بها التي تلفظت أنت بها. وأجيب أيضا بأن الكاف تعليلية، كما الكاف إيه؟ في كلمة كما أفادته، أنت بتقول هنا طيب. وأجيب بأن الكاف تعليلية وما مصدرية، كما هو هناك تفصيل كده. ولذلك وأنت بتقرأ القرآن بتقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم دي كده بينها، على وبعدين ياء النسبة وبعدين هم الجمع، خلاص. وهكذا يبقى كل حاجة فصلها لوحدها تستفيد منها أوي. وأجيب أيضا بأن الكاف تعليلية اللي هي كما أفادته، الكاف تعليلية وما مصدرية أي كالذي، لأن أي لإفادتي، فشير كما أفاد كما أفادته دي وحط بدلها لإفادتي، ها اللي هي الماء المصدرية والفعل، ها في محل مصدر، الماء ما والفعل في محل مصدر، أي لإفادة الجملة له، أي بواسطة تعريف المبتدأ فيها، إن المبتدأ معرف الحمد، ما قالش حمد، قال الحمد، بواسطة تعريف المبتدأ فيها بأل، فإنه متى كان كذلك أفادت قصر مبتدئها على خبرها، أفادت قصر المبتدأ على الخبر، سواء كانت أل استغراقية أو جنسية أو عهدية، وسواء كان العهد ذهني أو العهد ذكري. وقد تعقب في قوله بلام الجنس بأن التقييد بها لا يصح، بل المضار على تعريف المبتدأ. قال لك وانت قلت اللام كمان بتاعت لله، لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة اللي هي لله، هل هي للجنس أو للاستغراق؟ ها وقد تعقب في قوله بلام جنس بأن التقييد بها لا يصح، بل المضار على تعريف المبتدأ بس، على تعريف المبتدأ باللام مطلقا، تعريف المبتدأ باللام أي بالألف واللام، ماشي، إلى الحمد، فهو ساعات يشيل ألف لام ويكتب لام بس، خلاص. فلذلك قال الشارح سواء أجعلت أيل فيه للاستغراق، ها إلى آخره، سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري، لأن لام لله للاختصاص، فلا فرض منه لغيره. وقد تعقب في قوله بلام جنس بأن التقييد بها لا يصح، بل المضار على تعريف المبتدأ، أن المبتدأ معرف بالألف واللام مطلقا، فلذلك فيدل على الاختصاص، خلاص. فلذلك قال الشارح سواء أجعلت ألف فيه للاستغراق إلى آخره، ها كما عليه الجمهور وهو الظاهر، ها أم للجنس كما عليه الزمخشري، في كون أل للاستغراق إلى آخره، أي وفي كون أل للاستغراق مع كون الجملة إنشائية نظر،
لأنه لا يقدر على إنشاء جميع المحامد. الاستغراق يعني كلمة جميع، شيل كلمة الاستغراق وحط كلمة جميع. الجنس شيل كلمة، شيل كلمة جنس وحط إيه؟ جنس تحط بدلها إيه؟ الاستغراق بينظر للأفراد من الداخل فردا فردا فيستغرق جميع الأفراد من الداخل. أما كلمة الجنس فدي بينظر إليها من الخارج إنها محيطة كده. ماشي؟ وقد تعقب في قوله بلام الجنس بأن التقييد بها لا يصح، بل المضار على تعريف المبتدأ، أي الكون المبتدأ معرفا باللام مطلقا. فلذلك قال الشرح: سواء أجعلت أل فيه للاستغراق إلى آخره، وفي كون أل للاستغراق مع كون الجملة إنشائية نظر، لأنه لا يقدر على إنشاء جميع المحامد، ها، ولا يظهر إلا على كونها خبرية. إن لو قلنا الألف الحمد للاستغراق، ها، فيه نظر. ليه؟ لأنه مش هقدر أجمع جميع، لأن الاستغراق بمعنى جميع أفراد الحمد مختصة بالله. ماشي؟ لكن لما أقول جنس الحمد يبقى إيه؟ اللي أنا أعرفه اللي أنا معرفوش، اللي هو نظرت من الخارج مش نظرت للأفراد من الداخل، لأن مش هقدر أحصر الأفراد فهنظر من الخارج وأقول جنس الحمد خلاص، سواء علمته أو لم أعلم أو لم أعلم. ولا يظهر إلا على كونها خبرية، في حالة لو قلنا هنا للاستغراق يبقى دي جملة خبرية مش جملة اسمية، مش جملة، جملة خبرية مش جملة إنشائية. قوله وهو أي الاختصاص على دعوى الاستغراق ظاهر، إني أقول استغراق جميع الحمد لله تعالى، فدعوى أي الاختصاص على دعوى الاستغراق ظاهر. قوله للاختصاص، لأن اللام لله، لأن لام لله للاختصاص أي لتوكيده، وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها. ماشي؟ ده كلام لغوي عالي دقيق. للاختصاص أي لتوكيد اللام فيه، لتوكيد الاختصاص مش للاختصاص نفسه، أي لتوكيده تأكيد الاختصاص، وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها اللي هي الألف واللام بتاعة الحمد. قوله أم للعهد أي العلمي لتقدم مرجعه في علم المخاطب. أم للعهد أي العلمي، يقصد بالعلمي العهد الدهني الذي سبق، أو العهد الذي سبق له ذكر، يعني مش ذكر حالي، لا ذكر، مش ذكر حالي باللسان، لا ذكر سابق في العلم. أم للعهد العلمي لتقدم مرجعه في علم المخاطب، في علم المخاطب، علم المخاطب نفسه، في عنده في علمه معنى ايه؟ العهد العلمي. ويطلقوا عليه ايضا، يطلقون عليه العهد الذهني، لما في الذهن. لان اللام لله تعالى للاختصاص، فلا فرد منه اي من افراد الحمد لغيره سبحانه وتعالى. ام للعهد اللام في لله للعهد، كالتي في قوله تعالى اذ هما في الغار، فهما أي للمعهودين وسبق ذكرهما أو سيأتي ذكرهما خلاص، إذ هما أي المعهودين في الغار، كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدية على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. وأولى الثلاثة الجنس. طيب
أم للعهد التي كالتي في قوله تعالى إذ هما بالغار، أي الاثنان المعهودان الذي سبق لهما ذكر، ها؟ في قوله إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار يقول لصاحبه، أو من الاثنين، ها؟ يبقى هما ده عهد ذكري، ماشي، عهد ذهني أصلا. كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. وأولى الثلاثة الجنس، وأولى الثلاثة الجنس أي لأنه يدل بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له تعالى، فهو استدلال برهاني، وهو كدعوى الشيء ببينة التي هي أولى من الدعوى المجردة. وقولنا كدعوى الشيء أي وهو اختصاص الأفراد، والبينة هي اختصاص الجنس لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص أفراده، فالمدعى اختصاص الأفراد والبينة اختصاص الجنس. فالمعنى كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله تعالى، لأن جنس الحمد أي حقيقته مختص به بالله تعالى، لأن القاعدة في المعنى الكنائي أن المنطوق به هو الدليل، كما في قولك زيد كثير الرماد، المعنى زيد كريم لأنه كثير الرماد. والحمد لله 8 أحرف، وأبواب الجنة 8، فمن قالها عن صفاء قلب فتحت له 8 أبواب الجنة، أي يخير بينها إكراما له، وإنما يختار ما سبق في علم الله تعالى أنه يدخل منه. الله الله الله. قوله والأولى، وأولى الثلاثة الجنس، إنها ليست للاستغراق ولا للعهد الذهني ولا للعهد الذكري، فالأولى ها إن اللام للجنس، أي لأنه يدل بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له سبحانه وتعالى، فهو استدلال برهاني أي منطقي، وهو كدعوى الشيء ببينة التي هي أولى من الدعوى المجردة، دعوى الشيء مجردة، دعوى الشيء ببينة أولى من دعواه من غير بينة. وقولنا كدعوى الشيء أي بيشرح كلامه هو، كدعوى الشيء أي وهو اختصاص أفراد، وهو اختصاص الأفراد، فرد 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 في مجموعه بيكون الإيه الاستغراق أو الجنس، وهو اختصاص الأفراد، والبينة هي اختصاص الجنس، لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص أفراده، سواء بقى علمتها أو لم أعلمها، ها؟ فالمدعى اختصاص الأفراد والبينة اختصاص الجنس. فالمعنى كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله تعالى، لأن جنس الحمد، أهو ده معنى التعليل هنا ومعنى البينة، لأن هنا للتعليل والبيان، لأن جنس الحمد أي حقيقته مختص بالله تعالى، لأن القاعدة في المعنى الكنائي أي الكناية أن المنطوق به هو الدليل، كما في قولك زيد كثير الرماد، ها؟ المعنى زيد كريم لأنه كثير الرماد، لأنه هو دليل التعليل، لأنه كثير الرماد يدل على كثير الأكل والطعام، ها؟ وهكذا، فيدل على إيه؟ الكرم. طيب ابتدى يستطرد إلى معنى لطيف، والحمد لله 8 أحرف وأبواب الجنة 8، فمن قالها عن صفاء قلب ها فتحت له 8 أبواب الجنة، أي يخير بينها إكراما له، وإنما يختار ما سبق في علم الله تعالى أن يدخل أنه يدخل من يدخل من أنه يدخل منه. ماشي، واضح الكلام ده، إلا أنه أيضا
برضو بعلم الله تعالى وتقديره لذلك العبد ها أنه يدخل من أحد الأبواب الثمانية ها نتيجة أنه يسره الله تعالى له عليه. فمن كان من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة يدخل من باب الزكاة، ها وهكذا يعني الأبواب إيه كان غلب عليه حال الصلاة غلب عليه حال الزكاة فيدخل من باب الذي غلب عليه حاله، وذلك تقدير من الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. واقفين عند إيه؟ الحمد. اعلم أن المحامد أربعة، حمدان قديمان، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. حد أمي أذن يا أولاد؟ بس تيه القبلة كده. صلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله.